ما كنتم مرحبا بكم هنا في النصف الآخر من ربع نهائي مسابقة الأندية الإنجليزية وبطولة رابطة الأندية الإنجليزية ومن خلال أحداث هذه المواجهة هنا في ديربي لندن في ديربي شمال لندن وفي ملعب الإمارات الملعب الخاص بالأرسنال حيث أرسنال يستضيف توتنهام في ظرف أقل من ثلاثة أسابيع بعد لقاء الفريقين في بطولة الدوري استعصت على أرسنال وأرسن فينجر خلال السنوات الماضية وآخرها فشل الانتصار والتتويج في الموسم الماضي بعد أن وصلوا للمباراة النهائية وآخر ألقاب أرسنال في هذه البطولة كان قبل 25 سنة من الآن وبالتحديد في إمريك أوباميانج بالإضافة إلى حارس المرمى اللي هو بيتر تشيك هذه تشكيلة أرسنال في مباراة اليوم حارس مرمى على أرجنتين كرة بمحاولة رأسية خطيرة كرة خطيرة جدا في اللقطة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى ركلة مرمى عند غازانيغا حارس مرمى الأرجنتين ونادي توتنهام أمام بين ديفيس وأرسنال وتوتنهام بالأربعة ثلاثة أو الأربعة اثنين قطع على اللاعب الأوروغواياني توريرا أرسنال الرجل صاحب 22 سنة والقادم من سبدور جهة اليسرى نيجيريا أيوبي محاولة تقدم تسديدة قوية كرة بمحاولة رائعة جدا في اللقطة الماضية بأقدام آرون رامسي مرت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى شوف التمريرة ما بين الاثنين العداوة الأولى بين جماهير الفريقين في عام 1000 إما أن يعود إلى أصله أو أن يبقى مع جنسية كرة إلى إريكسن محاولة ملعوبة تأتي اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى هذه لكن ليس بشكل مستمر على مستوى منافسات خسر أرسنال لكن الكرة بمحاولة في منطقة الجزاء الرأسية أبعدت الكرة أرضية الملعب وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى هذه محاولة توتنهام كرة من الجهة اليمنى تريبير على رأس هنا أعتقد جول غازانيغا في لحظة الحديث مناسب يتصدى للكرة وللمحاولة الماضية غاية من المقدمة كرة تلعب لكن أيضا التدخل يأتي في الكرة والمحاولة الماضية بداية هذا الموسم صاحب 30 سنة سوكراتيس في تشكيلة فريق توتنهام تعود المحاولة من جديد عرضية في منطقة الجزاء عن المرمى لكن الأفضلية موجودة بكرة في منطقة الجزاء عند الدقيقة 20 بنتيجة التعادل السلبي الذي ظهر لننتظر في مباراة اليوم كرة تصل بأقدام أيوبي أمامية لكن سهلة بعد ذلك خطيرة وصلت إلى سون الكوري أوهو والسبيرز في المقدمة يسجل الكوري الجنوبي سون هيونغمين ويضع الكرة في شباك بيتر تشيك هذه المحاولة بداها غازانيغا الحارس الأرجنتيني وبعد ذلك وصلت إلى من؟ الله على ديليالي لا وجود في أن التسلل يتقدم سون ويواجه بيتر تشيك أوه. الله 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 كرة القدم حيث السهولة السهولة وأبسط الطرق من أجل الوصول إلى المرمى لمسة من حارس المرمى أخرى من إيريكسن ثالثة من سون في المرمى يسجل يعلن التقدم عرضية تأتي لكن ملعوبة الله 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 على اللمسة هي من روائع كرة القدم هي واحدة من اللوحات التي ترسم بريشة فنان وفي اللقطة الماضية مو بس فنان اثنين لمسة هاري كين ابداع نهاية ديليالي ابداع فرجة للعين تسر الناظرين هدف ثاني يأتي لمصلحة توتنهام من جديد لمسة أولى من غازانيغا ثانية من هاري كين الله الله ثاني طلقات
اجل سبيرز مرتدة من اجل التقليص الى خارج ارضية الملعب الى خارج ارضية الملعب. كاد ان ياتي الرد سريع 90 على مستوى الاندية الاوروبية ابطال الكؤوس هكذا يتفوق في بطولة اقيمت بين الثمانية الكبار بمناسبة مرور ملعب ركنية على يسار جازانيغا ملعوبة في منطقة الجزاء الرأسية يقدم تريبير الى هاري ويكس ارضية في منطقة الجزاء